السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة معلومة مفيدة ومتابعي دوري نجوم قطر أو الدوري القطري. بالنسبة لنتائج مباريات الدوري القطري في الجولة 16 بدأت يوم الخميس 27/2/2020، يا ريت تشترك في القناة لأول مرة تجيلنا بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مقطوع الاشتراك أو سبسكرايب، ويا ريت تفعل زر الجرس، ويا ريت تدي لايك للفيديو. النتائج كانت الدحيل فاز على الشحنية 3-1، الريان فاز على الأهلي 1-0، والسد تعادل مع العربي 1-1. يوم الجمعة 28/2 السريع فاز على الغرافة 2-0، أم صلال فازت على الوكرة 2-1 أو فاز يعني، الخور فاز على قطر اليوم السبت 29/2 فاز الخور فاز على قطر 2-0. بالنسبة لترتيب فرق الدوري القطري يأتي عندنا في المركز الأول الدحيل ب 39 نقطة، في المركز الثاني الريان ب 35 نقطة، السد في المركز الثالث ب 32 نقطة، في المركز الرابع الغرافة ب 25 نقطة، في المركز الخامس السلية ب 23 نقطة، في المركز السادس العربي ب 21 نقطة، الوكرة في المركز السابع ب 19 نقطة، الأهلي في المركز الثامن ب 18 نقطة، قطر في المركز التاسع ب 16 نقطة، والخور في المركز العاشر ب 14 نقطة، ومسلال في المركز ال11 ب 13 نقطة، والشحانية في المركز ال12 والأخير ب 9 نقاط. طيب ترتيب الهدافين، نشوف كده ترتيب الهدافين بالنسبة للدوري القطري أو دوري نجوم قطر. يأتي عندنا في المركز الأول اللاعب أكرم عفيف لاعب السد ب 12 هدف، مركز أنا آسف على اللي حصل دلوقتي. المركز الأول يأتي أكرم عفيف لاعب السد ب 12 هدف، المركز الأول أيضا بغداد بنجاح لاعب السد القطري ب 12 هدف أيضا. المركز الثاني سفيان هاني لاعب الغرافة ب 11 هدف، ياسين إبراهيمي لاعب الريان ب 11 هدف أيضا، وفي المركز الثالث محمد بنياطو لاعب الوكرة ب 10 أهداف، وأحمد علاء الدين لاعب الغرافة المركز الرابع ب 9 أهداف، حمدي الحرباوي لاعب العربي في المركز الخامس ب 8 اهداف، حسن الهيدوس لاعب السد في المركز السادس ب 7 اهداف، وابال هرنانديز ايضا في المركز السادس لاعب الاهلي ب 7 اهداف، ومعه محمد مونتير لاعب الدحيل، وبيري لاسوغا لاعب العربي، ورامين رداايان لاعب الشحانيه، وتياغو بيزيرا لاعب الخور، وفي المركز السابع المعز علي لاعب الدحيل ب 6 اهداف، وعبد العزيز حاتم لاعب الريان، وكريم انصار فريد لاعب السليه، وفي المركز الثامن محمود المواس لاعب المصلال ب 5 اهداف، ومحمد صلاح لاعب العربي، وسار دور راشدوف لاعب قطر، وفي المركز التاسع والاخير اللاعب اد ميلسون جونيور لاعب الدحيل ب 4 اهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، ونراكم فيديو اخر باذن الله تعالى عن دوري نجوم قطر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مقطوع الاشتراك او سبسكرايب ولايك للفيديو، ونراكم فيديو اخر. كان معكم محمد نور الدين من قناه معلومه مفيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.